السلام عليكم. الفيديو ده هيوضح لك يعني ايه العلامة دي وهل هي مضرة ولا لا. كل ده هنعرفه من خلال الفيديو ده، تابعه للنهاية. اولا ما تقلقش خالص من وجود العلامة دي، لان باختصار كده العلامة دي بتعرفك ان جودة الشبكة عالية. يعني مثلا وانت بتتكلم مع اي حد بيظهر لك كلمة اتش دي في المكالمة، وده معناه ان المكالمة عالية الجودة والصوت واضح ونقي وما فيهوش اي تقطيع. وهل هي ليها تأثير سلبي على الموبايل ولا لا؟ ملهاش اي تأثير سلبي على الموبايل، ولكن ممكن يواجهك بعض المشاكل، زي مثلا لو انت رنيت على حد وبيقول لك خط مرفوع من الخدمة او غير متاح او حاجات زي كده، فده بسبب ان الخدمة لسه ما اتفعلتش بشكل رسمي على مستوى الجمهورية كلها. بتحصل المشكلة دي وممكن تقفل التليفون وتفتحه هتلاقي الموبايل اشتغل تاني بدون اي مشاكل. طب نشغل الخدمة دي ازاي او الخاصية دي ازاي؟ هندخل على الاعدادات، وبعد كده هندخل على الاتصالات او بطاقة الـ SIM، بعد كده هتختار شبكات الهواتف المحمولة، وهتلاقي خدمة الـ VoLTE فعلها، ولو لقيتها متفعلة سيبها وما تقلقش خالص من وجودها، لان ده زي ما قلت لك بيعرفك جودة الشبكة. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك وقدرت افيدك بشكل كبير. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، اعمل اللايك خليه يوصل لغيرك.